أهلا ومرحبا بكم معي في هذه الحلقة عن غزة من واشنطن. ضيفي في هذه الحلقة من دعاة السلام الأمريكيين الإسرائيليين، وهو ليس مجرد داعية سلام من الأمريكيين الذين علاقتهم بإسرائيل أو فلسطين أو العالم العربي علاقة بعيدة أو من اليسار الإسرائيلي، بل مختلف عن ذلك تماما. ضيفي هو ابن جنرال في الجيش الإسرائيلي، جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، شارك في الحركات المسلحة الإسرائيلية حتى قبل قيام الدولة، وأصبح قائد سرية في حرب 48 والده، ثم جنرال من قادة الجيش في عام 67. وابنه ميكو بيليد كان أيضا يريد أن يدخل الصاعقة أو القوات الخاصة الإسرائيلية، وأن يحقق مجد والده في أن يكون جنرالا ومن قادة الجيش، خصوصا أن أيضا جدة ميكو بيليد من الجدة ميكو بيليد من الأم كان أيضا من الذين وصلوا حتى إلى رئيس دولة إسرائيل، من الذين وقعوا على إعلان الاستقلال بالنسبة لإعلان دولة إسرائيل. كل هذه الخلفية، رغم ذلك هناك تحول كبير بأن ميكو بيليد من الأمريكيين الإسرائيليين البارزين في عملية دعم حق الفلسطينيين في وجودهم في دولتهم وإدانته للصهيونية. كتابه ابن الجنرال رحلة إسرائيلي في فلسطين صدر في عام 2012 باللغة الإنجليزية، ثم ترجم بعد ذلك باللغة العربية، وله أكثر من كتاب آخر. هاجر واستقر في أمريكا، ولكن القضية ما زالت أساسية عنده. أرحب بك معي أستاذ ميكو بيليد، وربما البداية من حيث الأحداث الآن، الأحداث التي تقع، خصوصا أنه وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية بأن إسرائيل من حقها أن تفعل ما تشاء طالما الفلسطينيون قد قتلوا من المدنيين الكثير يوم 7 أكتوبر. بالنسبة لك كانت التجربة مختلفة، ربما نبدأ من هنا. أنت في 1997 بدأت عملية التحول بسبب حادث تفجير انتحاري لشابين فلسطينيين أودى بحياة ابنة أختك وهي في سن 13 سنة. بدل من أن يحولك هذا الحادث إلى الرغبة في الانتقام، أنت بتقول في الكتاب إنه بالعكس جعلني أعيد التفكير فيما يحدث. نبدأ من هنا، تفضل. وشكرا لك عن المقابلة، وأن هذا السؤال مهم كثير. بشكل عام، لما نتحدث عن القضية الفلسطينية، العنف صار يعني عادي، وهي مشكلة كبيرة. ولما نتحدث عن العملية وعن الحرب وعن المقاتلين، يعني عادي صار. ولازم نستنى دقيقة أو دقيقتين ونتحدث عن التفاصيل. مثلا العملية، وانت انقتلت بنت أختي، كانت زمان، يعني 97 في القدس الغربية، وأجوا 3 من الشباب الفلسطينيين وقتلوا نفسهم وقتلوا الإنسان، ناس في الشارع، وبنت أختي كانت معهم انقتلت. إذا ما نستنى دقيقة ونتحدث عن التفاصيل، ما نشوف الحال أبدا. شو صار؟ 3 من الشاب قتلوا نفسهم وأخذوا حياة الناس، إنسان في الشارع هيك. هذا مش معقول. كيف يعني صار؟ شو كيف صار واضعة هيك والناس يقتلوا نفسهم؟ يعني الشاب. وإذا يعني نستنى ونتحدث عن التفاصيل نفهم المشكلة.
ونوصل للحال، نوصل للحال من دون إذا ما نفهم، ليس نفهم المشكلة ما نشوف، يعني مش ممكن نشوف الحال. فبعد ما انقتلت بنت أختي، أختي كانت يعني قالت إنه إحنا أخذنا الأرض الفلسطينيين والشعب الفلسطيني عايشين تحت الاحتلال والعنف الجيش الإسرائيلي والإرهاب الإسرائيلي والمستوطنين، يعني هذا نورمال، يعني هذا 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 يعني شو بدنا يعني نتوقع؟ ما يكون عنف لنا يعني من الشعب الفلسطيني، من يعني هذا مش معقول، إلا الجيش وإلنا المستوطنين، إحنا الجيش وإحنا المستوطنين وهم عايشين كلاجئين، وقتلنا أبوهم وأخوهم في سجن في إسرائيل، في ألاف 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 من الفلسطينيين. هذا ما يعني شو ما نتوقع؟ هذا الحياة. فالمسؤولية بالنسبة لأختي كمان في هاي الوقت، المسؤولية كانت المسؤولين للموت هذا البنت الحكومة الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي، دولة إسرائيل، مش الشعب الفلسطيني. فأنا لما أنا كنت ساكن هون في أمريكا في ظل من هاي الوقت، فلما رجعت للأمريكا العالم تغير، كل إشي تغير، حياتي تغيرت وأفكاري تغير، يعني كل إشي تغير. فكنت بدور عن الناس أتحدث معهم، بس ولا حدا يريد أن يتحدث عن القضية الفلسطينية والموت والمشاكل، هذا الموضوع ثقيل كتير. فأخيرا أنا انكبلت عن فلسطين. أنا كنت عايش في سان دييغو في كاليفورنيا، وكانت يعني مجموعة فلسطينيين ويهود، وكل شهر رحنا في الدار، يعني مرة دار اليهود ومرة دار الفلسطينيين، وكان ونوكل مع بعض ونتحدث عن القصة اللي يعني شخصية، مش ديبيت، مش يعني أرجيومنت، بس كل واحد يعني يتحدث عن القصة الشخصية. فهذا كانت أول مرة أنا سمعت عن القضية الفلسطينية من الفلسطينيين. كنت درست العربي في سان دييغو وقتها، وانت بتدرس العربي بدأت تتعرف عليهم ولا كان قبلها؟ انا لما كنت في الثانوية في القدس تعلمت شوي عربي مش منيح، وبعد ما كتبت ابن الجنرال حوالي سنة 2012 بلشت تعليم بالعربي. بالأول كان في يعني بس فسحة، يعني سنتين فسحة في كلية في سان دييغو ممتازة، بس بعدين أنا رحت على أخذت الصف في جامعة القدس، في القدس عندهم برنامج للأجانب، يعني intensive course شهر شهر نص، كل يوم من 9 لـ3 كل يوم عربي 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 في القدس، في يعني في يعني في في قلب القدس يعني. واخذت هذا الكورس كل سنه من 2013 حتى 2018، يعني كل سنه. فهذا البرنامج ممتاز ممتاز ممتاز، وتعلمت هيك.
أكيد طبعا، يعني لازم يكون في أساسيات وخلفية. يعني يمكن والدك أنت كنت بتنظر إليه لرجل الحرب، لكن ربما ومن كتابك ما فهمته أن والدتك كانت سيدة السلام التي وضعت هذه القيم عندك أكتر. أعتقد أنت بتذكر في الكتاب أنه أنتم لما كنتوا في القدس واتعرض على عيلتكم تاخدوا منزل بيت فلسطينيين بعد ترحيلهم في القدس الغربية، والدتك رفضت وحست انه كيف يعني ياخدوا رغم حبها للمنزل، وكان جيرانكم وبتحبوا المكان يعني وحابين بيتهم. يعني هذا القصة كانت في سنة 1948. كانت امي 22 سنة وعندها اولاد صغار، فكانت حرب، يعني حرب 48. فأمي كمان انولدت وعشت يعني كل حياتها كانت في القدس، القدس الغربية. وقبل 48 في القدس الغربية كانوا يعني كثير من الفلسطينيين في مناطق جميل جدا في القدس الغربية، والبيوت موجودين حتى اليوم حتى الآن. أعتقد الطلبية حي أيضا إدوار سعيد يعني يروي عنه يعني ونشأ فيه. نعم. بالضبط بالضبط بالضبط. نعم. ف لما أجوا المنظمات الصهيونيين الإرهاب الصهيوني للقدس الغربية وتركوا الفلسطينيين، وإن كانت في القدس الغربية كان تطهير عرقي 100%، ولا فلسطيني ولا عائلة فلسطينية كانت موجودة في من هاي الوقت من 48، ولا عائلة ولا واحد ولا فلسطيني كان موجود في القدس الغربية، بس البيوت والمناطق موجودين. وفي هاي الوقت سألوا أخذوا يعني أجوا لأمي وكانوا لا خذي في بيت محله. وهذول البيوت والله جميلة، يعني ممتازين، يعني كل البيت جميل جدا، يعني مع حديقة ومع شجر الليمون، ويعني في يعني. بس أمي كانت والله كان عمرها 22، قالت لا، رفضت. فأنا سمعت هذا القصة لما كنت ولد صغير منها كثير مرات، فكل مرة هي قالت لي كيف أنا أخذ دار يعني أم ثانية اللي تركوها وهي وعيلتها عايشين في المخيم وعندهم ذكريات وهذا بيتهم، كيف أنا عايش في الدار حدا ثاني، في دار يعني أم ثانية؟ أنا مش معقول. ورفضت. فكانت كمان كيف أخذوا كل البيوت أخذوهم يعني مفروشين، والصهيونيين أخذوا كل إشي أخذوا. ولما هي يعني كانت تتحدث عن هذا القصة كانت تبكي، كانت حزينة كتير. غيروا القدس، أخذوا يعني جزء كبير من مدينة القدس. المدينة القدس اللي هي يعني هي عرفتها وحبيتها كتير، كانوا يعني الشعب الفلسطينيين من القدس. فهذا القصة، فعلى كل حياتي أنا سميت هذا القصة، بس ما فهمتها ليش. عشان القصة الصهيونية هي إحنا اليهود إلنا حق، والعرب بدهم يقتلونا وبس، بسيط، إلنا حق لهذا الأرض وهم بدهم يقتلونا وبس. فإمي قالت يعني هي قصة ثانية. بس لما كتبت بلاشت أكتب الكتاب كانت فاهم شو يعني هذا، قصة عميقة كتير. وحكيت مع أمي كتير لما كتبت الكتاب.
عن هذا اللي يعني عن هذا القصة. ليه القصة مقبولة؟ يعني مفهومة إنه كصهيوني يريد أن يبرر أي شيء، لكن أنت في أمريكا مواطن أمريكي أيضا إسرائيلي وتعرف هذا المجتمع جيدا. نتحدث عن مظاهرات، وإن كانت قطاع من اليهود الأمريكيين المعادين للصهيونية بعضهم اقتحم الكونغرس مؤخرا ليؤكد على ضرورة أن يسمع النواب رأيهم بدل من جماعات الضغط وغيرها، شاركوا في مظاهرات مثل أصوات اليهود من أجل السلام، لكن لا أحد يسمع. لماذا أمريكا تسمع هذه الرؤية فقط ولا تريد أن تسمع غيرها والغرب أيضا؟ مش بس الغرب، يعني في بريكس برازيل وروسيا وإنديا وتشاينا، وهم كمان مع إسرائيل، كلهم مع إسرائيل، وأفريقيا كمان مع إسرائيل. مش مفهوم، هذا مش مفهوم. فالمشكلة كمان في المظاهرات، في كانوا يشوفون في واشنطن دي سي مظاهرات كتير وكتير، ألاف 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 جايين، بس اللي بيطلبوا دائما، لما نتحدث عن القضية الفلسطينية دائما بيطلبوا بس إشي صغير، يعني سيس فاير وبس، وقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار ولا حدث ولا شيء ثاني. هذا يعني ليش؟ خلاص يعني لازم نتحدث ونطلب حال سياسي للقضية الفلسطينية. مش إذا وقف إطلاق النار مش كفاية، وبكرة يصير كمان مرة تيجي مع F-16 ومع الضبابات ويقتلوا ألاف، زي ما كان قبل وزي ما كان قبل وزي ما كان 75 سنة، زي ما بيصير 75 سنة بكفي. لازم نتحدث عن حال سياسي للقضية الفلسطينية اليوم، مش بكرة ومش بالأسبوع الجاي ومش بعد المعركة، لا، اليوم بشكل واضح من دون هذا التحديث. التاريخ يرجع وكمان يرجع وكمان يرجع، هذا يعني لازم. والمشكلة كل الناس في المظاهرات عندهم بلاكات ومكتوب سيس فاير. لا، سيس فاير خلاص، سيس فاير زي ما حكينا قبل سنة وقبل سنتين. هذه المشكلة كبيرة، التحديث عن القضية الفلسطينية دائما بيطلبوا للفلسطينيين بس إشي صغير، بس نعمل شوية يعطوه مي وشوية يعطوه كهرباء في غزة وشوية يعطوه ما عرفش إيش، خلاص هذا مش كفاية. وكمان هذا العملية العسكرية ما شفناه في 7 في أكتوبر كانت عملية يعني نجحوا كتير، يعني بشكل حتى بالنسبة لل يعني شو بسموها بالعملية العسكرية. نعم. الفلسطينيين في غزة عندهم يعني كانوا يعني نجحوا كتير. فعندنا فرصة اليوم، عندنا فرصة كبيرة اليوم، ولازم نأخذ هذا الفرصة ونتحدث بس الحال السياسي. طيب ميكو، ماذا تقول لبعض العرب خصوصا الدول العربية اللي لدى حكومتها سلام مع إسرائيل، بتلوم حماس وبتلوم المقاومة الفلسطينية وتقول لهم أنتم الذين أتيتم بهذا الخراب على شعبكم، أنتم لم تستشيرونا ولم تستأذنوا مننا حتى نقف معكم؟ هل كانوا سيقفوا معهم لو أبلغوهم؟
ما رأيك في الموقف الحكومات العربية عموما بالنسبة للقضية؟ لأنه إسرائيل بتقول أنا بأحارب كل هذه الجيوش العربية، وفي الواقع ربما ليس هذا هو الوضع. وانت إسرائيل يعني وانت سارت قطاع غزة في 52-53، ومن هذا الوقت في إسرائيل جيش الإسرائيلي بعمل مجزرات بعد مجزرات بعد مجزرات على الناس في غزة. نعم، غزة من 49 تحت الحكم المصري حتى 67. صح. بس قطاع غزة، قطاع غزة. نعم، قطاع غزة. وكان في طبعا اعتداءات إسرائيلية في هذه الفترة، وقتل أيضا فيها في 55 قتل 38 جندي مصري وغيرهم، غير المخيمات والغارات عليها، يعني لم تتوقف. ده صحيح. لكن أنت تريد أن تقول إنه المسألة لا علاقة لها بأنه حماس فعلت أو لم تفعل. بالضبط، حماس ما عنده علاقة للعنف الإسرائيلي. حماس من وين أجي حماس في 87 88 في الانتفاضة الأولى، بس قبل كان كتير عنف من إسرائيل، كتير عنف في الخمسينيات يعني كل سنة، وبيقتلوا كتير من الفلسطينيين، قتلوا مجزرة بعد مجزرة. حماس مش المشكلة، حماس هي حركة من العالم السياسي ومن العالم العسكري الفلسطيني. الحال لازم الحرب مش بين إسرائيل وحماس. في الجريدة وفي التلفزيون كل العالم يعني بتحدثوا عن الحرب بين إسرائيل والحماس. الحرب مش بين إسرائيل والحماس. إسرائيل بلشت حرب ضد الشعب الفلسطيني في سنة 47، مش 48، 47 بلشت الحرب. إسرائيل بلشت حرب، الحركة الصهيونية بلشت حرب ضد الشعب الفلسطيني 75 سنة 76 سنة. ما كانش حماس وما كانش فتح وما كانش ولا إشي، بس الشعب الفلسطيني هذا المشكلة. المشكلة التطهير العرقي، المشكلة الجينوسايد، المشكلة إبادة الجماعية، النظام الأبرتايد، هذا المشاكل. فصل العنصر. نعم، فصل العنصر. هذول المشاكل مش حماس. طيب لما بنتكلم على أنه نطرح الحل السياسي الآن، الدول العربية موقفها والجامعة العربية من 2002 أو 2003، مبادرة توماس فريدمان أو الآن بيسموها المبادرة العربية للسلام، هو دولتين. هل بعد كل الاستيطان وغيره حل الدولتين ده قائم، أم هي حجة تستخدمها إسرائيل كما تستخدمها الحكومات العربية؟ إسرائيل رفضت الحل الدولتين، رفضت خلاص حل الدولتين مش حال، ويعني خلاص إسرائيل رفضت. وما في ضفر غربية، كانت ضفر غربية زمان، ما في مش موجودة ضفر غربية، في بيسموها بإسرائيل جداء وسماريا، يهودا والسامرة. ما في في مدن وقرى يهودية من لليهود، بس إسرائيل بناتهم في الضفة الغربية. في مدن كبير مع هايوي ومع شمول ومع كل شيء، مدن كبير في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. حال الدولتين صار يعني مستحيل عشان رفضت. نعم، إذن المطلوب ماذا؟ ما هو المطلوب؟ يعني دولة واحدة، دولة الواحدة ولكن بمساواة بين مواطنيها. بالضبط، في اليوم دولة، كل فلسطين دولة واحدة، كل فلسطين قائم بالفعل إسرائيل اليوم دولة واحدة. ليش؟ إسرائيل عملت دولة واحدة في فلسطين، بنت دولة واحدة في فلسطين، دولة عنصرية، وفي هذه الدولة عنا عندي الامتياز،
والفلسطينيين الحياة الفلسطينية يعني ما عندها سعر. هذا يعني بالضبط يعني شو بيصير في فلسطين اليوم. إذا إحنا نتحدث عن سلام وعن الحق والحقوق الإنسان، لازم نتحدث عن دولة فلسطين ديمقراطية محررة من نهر الأردن للبحر المتوسط. هذا ما تقول إسرائيل عنه، أن هؤلاء يريدون أن يلقوا بنا في البحر. يعني هذا يعني هم طبعا يعني أكيد إسرائيل والشعب الإسرائيلي كأهلي وأصدقائي من زمان هم يعني مبسوطين، بيحبوا الامتياز. يعني الأفكار الإسرائيلية أفكار عنصري، النظام التعليم الإسرائيلي هو نظام تعليم عنصري عسكري، وأكيد هو بيحبوا الامتياز. بس المشكلة اليوم في فلسطين في تقريبا 12 مليون سكان، حوالي 12 مليون، الفلسطينيين حوالي 7 مليون ونص، والإسرائيليين 6.5 مليون. هذا يعني إذا إحنا بنحب النظام العنصري ونحب النظام العسكري وبنحب الأبارتايد، تفضلوا، هذا إسرائيل موجود. بس إذا إحنا بنتحدث عن حقوق الإنسان وديمقراطية ونظام ديمقراطي وكذا، لازم نتحدث، ومش بس نتحدث بس نعمل يعني نفعل للدولة ديمقراطية محررة، دولة يعني فلسطين محررة ديمقراطية من النهر للبحر. ومستوى طبعا يعني حقوق مستوى للإسرائيليين والفلسطينيين ولكل حدا موجود هناك وعايش ساكن هناك، ما في حل ثاني. هذول في الحولتين، ما في حل ثالث، ما في حل ثاني. إذن ده نهاية لمفهوم وطن قومي لليهود، وإنه ما فيش دولة يهودية، وهذا كل ما بنى عليه الغرب دعمه للحلم اليهودي. هذا مش حلم يهودي، هذا حلم صهيوني. الفرق حلم يهودي وحلم ديني يسلوا في الأرض المقدسة ويشوفوا الأرض المقدسة ليسلوا، مش لل يعني مكان يتحدثوا عن الدولة السياسية. هذا فكرة صهيونية مش فكرة يهودية، هذا الحلم صهيوني، حلم الدولة وحلم صهيوني عنصري، مش حل يهودي من المرة. في فلسطين وفي شعب فلسطيني وفي تاريخ فلسطيني، وكانت فلسطين سموها فلسطين من آلاف سنوات. حتى الشهر ماي 1948، آلاف سنوات، وحتى هذا اليوم. ومن هاي اليوم 15 في الماي 48 صارت فلسطين إسرائيل، وكل العالم نسوا التاريخ، نسوا كل شيء، وصارت إسرائيل، وكل العالم يعني بتحدثوا عن إسرائيل. نعم. هل تجربتك ممكن تتم هناك، تجربتك في أمريكا، يعني ميكو بيليد يهودي ابن جنرال إسرائيلي، هو نفسه ولد في إسرائيل وكان في جيشها، ابنه عمر وبنته شروق وأمهم فلسطينية زوجتك السابقة، يعني كيف تم هذا يعني في حياتك؟ عندي صديق ساكن في حيفا من إسرائيل، إسرائيلي، وهو شاطر يعني، فقال إنه بدنا نغير التفكير، كيف أقول بالعربي، من تفكير المستوطن، من تفكير الإنجليزي، وأقوله
من تفكير مستوطني لتفكير تفكير لل هجر مهجر 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 نعم مهجر. من 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 مستوطنة الى من 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 استيطان الى هجرة يعني بالضبط هذا او مهجر هذا اذا نغير هذا التفكير اذا بنقدر نغير هذا التكتيك هذا التفكير يعني كل شيء يعني العالم مفتوح وفي فرصة للحياة يعني عادية حياة نورمال هيلثي لايف. أنا شايف وراك يافطة دار الحرية الفلسطيني وأعرف إنه ده حلمك حين حضرت يعني لقاء من قبل كنت فيه وكان موضوع دار الحرية أساسي كان لكن الأمور لم تكن بالظروف اللي هي الآن. الآن الناس يعتقدوا إنه يعني أولا كلمني عن دار الحرية ما الذي تريد أن يكون في واشنطن؟ اليوم فلسطين مش موجودة في واشنطن دي سي أكبر عاصمة في الغرب وأهم عاصمة في الغرب وفلسطين مش موجودة فيش ولا فلسطين ولا عالم فلسطيني. وإذا نتحدث عن الحال للقضية الفلسطينية يعني بشكل يعني seriously يعني من دون محال من دون موقع حقيقي في واشنطن دي سي ومن دون محال اللي يعني يتكلم يتحدث عن القضية الفلسطينية بشكل يعني من 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 منظر الفلسطيني ما يكون حال للقضية الفلسطينية. فإحنا كدار الحرية الفلسطيني إحنا نريد أن محال يعني دار محال يعني حقيقي مع عالم مبنى مع عالم فلسطين وجوه في ناس ونتحدث ونكتب ونعمل محاضرات وكل إشي عن القضية الفلسطينية من 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 منظر من منظر الفلسطيني يعني مش للسلام ومش من الديالوج ومش من نقاش لا بس من 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 نقطة منظر الفلسطيني تاريخ وكل شيء تاريخ وبشكل سياسي وكل شيء وثقافي طبعا لما الناس في واشنطن وفي أمريكا بشكل عام إذا بنقول فلسطين بفهموا يعني بفكروا عن الإرهاب والحرب والعنف بس يعني إحنا بنعرف منيح يعني في ثقافة وفي أدب وفي شعراء وفي كل إشي حلو في فلسطين والفلسطين ك ك ك كبلد جميلة جدا جنة يعني وفي صحراء وفي يعني بحر وفي كل شيء بس الناس بعرفوش وبخافوش يعني بعرفوش وخايفين يعني عن يتحدثوا عن فلسطين كفلسطين لازم يتحدثوا عن فلسطين كإسرائيل. منظمة التحرير الفلسطينية PLO كان ليها مكتب في واشنطن من قبل قبل إغلاقه نعم. تركوه وسكروا المكتب. نعم. وحتى منظمة التحرير PLO أوفيس مش موجود مش في فلسطين مش موجودة في واشنطن سي وهذا نجاح كبير للحركة الصهيونية لإسرائيل. يعني هذا يعني هم عملوا يعني هم فعلوا كثير لهذا الهدف هذا هدف صهيوني يعني مهم كثير. سؤالي خاص بموضوع معاداة السامية لأنه هذا يستخدم ضد الفلسطينيين في أمريكا العرب في أمريكا وربما أيضا استخدم ضدك أنت يعني ما هو الحل للتفرقة ما بين معاداة اليهودية وبين نقد وانتقاد حكومة إسرائيل؟ أنت بتحدث تسأل عن الموضوع الأنتي سيمتزم. نعم. واحد من هدف كبير للحركة الحركة الصهيونية إنه العالم يفكر اليهود والدين اليهودي والحركة الصهيونية نفس الشيء. ليش؟
عشان إذا في ناس يعني واقفين ضد الحركة الصهيونية هم ضد هم أنتي سيميتك. بصراحة في كتير من اليهود ضد الحركة الصهيونية كانوا من زمان، حتى المتدينين أكثر متدينين في من عند اليهود دائما كانوا ضد الحركة الصهيونية والفكرة الصهيونية، عشان هذا فكرة مش فكرة دينية. فاليوم يعني في أمريكا وفي أوروبا وفي الغرب بشكل عام أخذوا معنى جديد لهذا الفكرة أنتسيمتزم. أنتسيمتزم هو يعني فكرة عنصرية ضد اليهود، بس بالنسبة له بالنسبة للمعنى الجديد إذا هذا يتحدث ضد دولة إسرائيل وضد الفكرة الصهيونية هو كمان أنتسيميتك، يعني عنصري. أنتسيميتزم يعني جزء من فكرة عنصرية. فهم الصهيونيين كان عندهم هدف من أول، يعني يوحدوا to unite الدين اليهودي مع الفكرة الصهيونية، بس هذا مستحيل مستحيل. هذا الدين وهذا فكرة سياسية عنصرية، في فرق كبير بينهم. هل بيحصل معاك ناس بيهاجموك من اليهود الأمريكيين أو من الصهاينة وبيعتبروك أنك أنت ضد بلدك، ضد دولتك، ضد دينك، خائن يمكن؟ بس بكله أتحدث بكله هذا يعني إذا كان عندهم إذا كان يستطيعون إنه يعني فكرة يعني تفضلوا نعمل نقاش ونتحدث مع بعض، بس ما عندهم مش فكرة، عندهم بس يعني عنصرية. يعني إذا نتحدث بشكل يعني عادي عن الفكرة الدولة فلسطين محررة وديمقراطية، ونتحدث عن دولة إسرائيل العنصرية العسكرية، هذا يعني بسيط. بس هم ما يريدوا هذا التحديث. ما يريدوا التحديث، هم يريدوا أن يسموه أن حائن وأن أنتسيميتك وأن ضد. أنا ضد الدولة طبعاً، أنا ضد الدولة دولة إسرائيل، عشان دولة إسرائيل دولة عنصرية ما يعني إرهابية. طبعاً كل حدا عنده أكل وعنده قلب لازم يكون ضد دولة إسرائيل. هل بتقدر تروح إسرائيل بتزور؟ أنا بزور. ما حصلش مشاكل معاك؟ التمييز في الهوية يعني في نظام عنصري، في نظام أبارتايد، التمييز بالهوية. عشان أنا من عند يهود وأنا عندي هوية إسرائيل كمان، أنا عندي التمييز. بس هذا التمييز هو المشكلة طبعا. يعني طالما أنت إسرائيلي يهودي يبقى فلتقل، قول اللي أنت عاوزه، يعني اللي عندك حرياتك وحقوقك، يعني ما تخش على نفسك. يعني اليوم أنا ما بعرف، اليوم عشان في الإسرائيل في غزة أنا ما بعرف يعني شو بصير. إذا بس بشكل عام اليهود في هذا في الموقع، اليهود في إسرائيل يعني في حرية مش موجود عندنا في العالم العربي. يعني انت لو اختلفت مع الحاكم يبقى انت يعني خرجت من الدنيا، يعني يبقى خائن مباشرة. يعني واكيد انت تعرف هذا. سؤالي هو كيف ترى يعني الوضع هيتطور ازاي؟ يعني
تصورك، مش اللي احنا نتمناه طبعا نتمناه، لكن انت متفائل متشائم، كيف شايف الامور ماشيه بالنسبه لما يحدث في غزه الان؟ عندنا فرصه اليوم، عندنا فرصه، كلنا احنا يعني بنحب فلسطين وبنحب حريه وبنحب العداله، عندنا فرصه اليوم، عندنا فرصه نطلب ونتحدث زي ما انا حكيت شوي قبل، عندنا فرصه نتحدث ونطلب حل سياسي حقيقي للقضيه الفلسطينيه. فالمشكله يعني نفهم حل سياسي للقضيه الفلسطينيه، ومش بس للفلسطينيين كمان للاسرائيليين احسن، يعني دوله ديمقراطيه بصراحه وفلسطين محررة من دون احتلال ومن دون القانون العنصري ومن دون الجيش ومن دون الإرهاب الإسرائيلي ومن دون الصواريخ، أحسن لكل الناس في فلسطين، أحسن لإسرائيل كمان. يعني التحديث مش إسرائيل ضد فلسطين، إسرائيليين ضد فلسطينيين، إسرائيل ضد عدالة، إسرائيل ضد السلام، إسرائيل ضد حقوق الإنسان. هذا التحديد، هذا المشكلة. إسرائيلين، شعب الإسرائيلي وشعب الفلسطيني يعني يمكن يعيشوا مع بعض بسلام، بس ما مش بإسرائيل، مش تحت النظام العنصري. شكرا جزيلا لك ميكو بليد، داعية السلام الأمريكي الإسرائيلي ومؤلف كتاب ابن الجنرال، رحلة إسرائيلي في فلسطين. شكرا جزيلا لك ميكو. الله يخليك، شكرا. شكرا لي، أشكركم وألتقي بكم في الحلقة القادمة من هذه السلسلة عن غزة من واشنطن، مع تحياتي حافظ الميراث.